وللحديث أكثر عن الحرب الطبية التي يخوضها العالم في مواجهة فيروس كورونا القاتل وتداعياته على الأنظمة والإجراءات المتخذة للحد من انتشاره، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من واشنطن الباحث في المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية الدكتور أسامة أبو رشيد. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا. دكتور، وفيات كورونا في العالم ترتفع إلى نحو 32 ألفا والإصابات إلى 680 ألفا، والأرقام تتزايد كل دقيقة. كيف تقيم الإجراءات التي اتبعتها دول العالم منفردة لمواجهة هذا الفيروس القاتل؟ عفوا قطع الصوت، أي إجراءات العالمية أم الإجراءات في الولايات المتحدة؟ لا أتكلم عن إجراءات الدول بصفة عامة التي اتبعتها بشكل منفرد. يعني واضح أن حجم الانتشار يدل على أن هناك خلل كبير في التصدي لهذا الفيروس، لربما أن يعني أحد الأسباب وأن هذا الفيروس كان غامضا في الأسابيع الأولى، ولم يستطيعوا يعني لم يكونوا يعرفوا كيف ينتقل وما هي وسائل الانتقال وحتى كم يبقى على أسطح الأشياء سواء معدنية أو غير معدنية. اليوم هذه الأمور كلها يتقدم فيها الطب ويستطيع أن يحددوا بشكل أكبر. أيضا كيفية انتقال العدوى من شخص إلى شخص، لابد أن هذه أيضا عندما أخذت وقتا ساهمت في تزايد الإصابات بشكل كبير. الآن يعني واضح أن العالم تأخر في الرد على هذه الأزمة أو على هذه الجائحة، والسبب كبير في ذلك يعود إلى ما الدور الذي لعبته الصين. الصين أخفت الحقائق لأسابيع طويلة وكانت تنكر أن هناك أزمة ومشكلة، وفي الوقت وعندما اعترفوا كان هذا المرض قد انتشر في العالم كله. فأنا يعني واضح أن العالم أخذ على حين غفلة، لكن ليس هذا هو السبب الوحيد، هناك سبب آخر. يعني أنا أعيش اليوم في الولايات المتحدة، نحن نعلم اليوم أن إدارة ترامب عرفت على سبيل المثال في شهر يناير الماضي أن هناك كارثة قادمة، حذر من قبل الاستخبارات الأمريكية وحذر من قبل الخبراء، ولكن كان يعتبر أن تلك خدعة وسماها خدعة ديمقراطية. نعم. ولا بد أن كثير من الدول مارست نفس الفشل الذي مارسته الولايات المتحدة. لا شك أن إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، بريطانيا فشلت في عملية إدارة هذه الأزمة، بحيث وصلنا إلى المستوى الذي وصلناه اليوم، بحيث أنك تفاجأ أن الدول المتقدمة أو التي يفترض أنها متقدمة أكثر استعدادا هي التي تعاني أكثر اليوم حتى من دول ما يسمى العالم الثالث. جزء من المسألة أيضا أن هذه الدول المتقدمة لا تصنع حتى إمكانيات، لا تصنع حتى المعدات الطبية، لا كمامات ولا أجهزة تنفس ولا قفازات، كل اعتمادك. هذا ينقلنا للسؤال الثاني دكتور أسامة، عن مدى عدم وجود سياسة موحدة لمواجهة الفيروس عالميا أدت إلى ما يعيشه العالم اليوم، وخاصة بعض الدول الأوروبية التي تفشى فيها بشكل كبير ويتصل الآن إلى أعداد بالمئات يوميا من الوفيات. يعني لا شك أن في الموضوع الأوروبي هناك فشل للاتحاد الأوروبي، وهذا الفشل ذريع، وهذا الفشل يعود في جزء من أن هذه الدول تختلف. هناك من كان يبحث عن منهج القطيع مثل جونسون، بوريس جونسون الذي كان هذا ما يطرحه، وهناك من كان يبحث عن عملية الاحتواء ومحاولة العزل والحجر ثم يعني تجاوز هذه ما يسمى الكيرف أو العبة، لكن فاختلفت السياسات واختلفت حتى الإمكانيات والقدرات الطبية، وكان هناك تصاعد داخل أوروبا. على المستوى العالمي هذه مسألة لا يوجد إلا دولة واحدة على الأقل اليوم تستطيع أن تقود عالميا، وهي الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تحت قيادة هذا الرئيس دونالد ترامب الذي في الإدارة في داخل الولايات المتحدة أيضا فشل في الإدارة خارجيا، لأنه اعتبر أن هذه مسألة لا تخصه، هذه تخص العالم ولا تخصني أنا في الولايات المتحدة، أنا مشكلتي هنا، مع أنه فاشل حتى في التعامل هنا. فنحن دخلنا إذن إلى هذه الأزمة لسنا مستعدين على صعيد الدول، ولسنا مستعدين على صعيد الاتحادات كالاتحاد الأوروبي، ولسنا مستعدين على الصعيد الدولي، لأن هناك الولايات المتحدة غائبة من المعادلة في ظل الوضع الجديد أو في ظل هذه الإدارة. ثم هذا التنافس الصيني الأمريكي وتنافس الصيني الأمريكي حول من هو مسؤول عن هذا الفيروس، كله وضع العالم في صراعات جانبية
وفي إدارة فاشلة للمعركة. نعم. وأنا حتى الصين يعني هناك شكوك كثيرة أيضا تثار حول الصين، أنه هل فعلا هذه هو عدد الحق فقط أم لا؟ يعني الصين دولة قمعية، لا يوجد حرية إعلام، لا يوجد شفافية، أمريكا لا تستطيع أن تخفي مثل هذه المعلومات. ولذلك أنا أظن أننا حتى اليوم نتعامل مع أزمة أكبر من أزمة فشل الإدارة، أزمة الشفافية والمصداقية خصوصا من الجانب الصيني في هذه المسألة. نعم. هل تعتقد أن منظمة الصحة العالمية نجحت في فرض توصياتها على العالم؟ ويعني استطاعت فعلا أن توجه في بعض المرات الدول أو تقود حملة توعية كبيرة؟ يعني لابد أنها مارست دورا يعني جيدا، لن أقول أنه دور ممتاز، هي مارست دورا جيدا. يعني أنا كتبت الكثير من الأوراق، ومن خلال البحث اكتشفت أن هذا التحذير، أن هذه التحذيرات من تطور نوع جديد لما يسمى الفيروسات التاجية من عام 2002، من عندما حصل سارس، ثم كان المرض الرئة التنفسي في منطقة الشرق الأوسط، ثم جاء بعده إيبولا. كانوا العلماء يقولوا أن هذه مقدمات لجائحة، هذا هو النموذج التاريخي لبروز الأوبئة. لكن لم يأخذ أحد هذا الكلام على محمل الجد، ومنهم منظمة الصحة العالمية، بل أنه حتى هنا في الولايات المتحدة أحد المختبرات في هيوستن تكساس كان على أبواب صنع، على أبواب تطوير لقاح في عام 2015-2016، رفضت إدارة أوباما تمويلهم، ورفضت شركات الأدوية تمويلهم، لأنه لم يكن هناك داعي ولم يكن هناك جانب ربح واسع بالنسبة لشركات الأدوية. كانوا يطوروا لقاح لهذه ما يسمى الفيروسات التاجية أو الكورونا اليوم. لكن هذا كورونا مستجد، لكن كان في تقدم طبي لو كان العالم أخذ هذه المسألة بجدية. منظمة الصحة العالمية على هذا المستوى أثبتت فشلا بأن تتوقع. المسألة ليس مسألة إدارة الأزمات، يعني الأصل أن يكون دور منظمة الصحة العالمية أيضا استشراف الأزمات والإعداد لها مقدما. بلا شك دكتور أسامة أبو رشيد الباحث في المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية، شكرا جزيلا لك.